بصوا يا جماعه، اتفقت انا ورضوى ان هي هتاخد طبق تعمله وان هي هتاخد طبق اعمله. احنا هنعمل ايه؟ هنعمل بقى كريب حلو. احنا عملنا الحادق ودخلناه الفرن وهي جاهز معانا على طول. سهل المطبخ سهل. بتشوفيه سهل يا رضوى ولا صعب ومكلمة؟ لا سهل جدا، ما بتعمل رز يعني لازم تشوفه يعني بتعملي يا رضوى رز، فانت لازم تشوفي سهل يا رضوى. فين الصعوبه في الرز؟ لا بعمل اكل كتير والله، بس انا حاجة بحب تانية. انا المشكله الرز. عندي ان انا بحب الرز جدا. ايه ده بجد؟ فانا اول ما سالتيني هو انت عشان الملامح شويه على يمكن معرفش. ما مش عارفه يمكن على يابانيه يعني وشويه اوشين. حد قال لك كده؟ انا اسمي اصلا كان مزميني زمان وانا صغيره اوشين بجد. يعني انا كان إيه؟ ساعتها المسلسل اوشين ده بيجي يعني. ايوه ده فعلا بجد. يمكن ده علشان بتاكل رز يا جماعه كتير. ممكن والله مش عارفه، شكله ياباني شويه سكر. طيب بصي بقى، هناخد انت هتعملي واحد ماشي وانا هعمل طبق ونشوف ايه. مش هقول لك مين فينا يعني. طبعا انا عارفه دي اللي انا عملتها على فكره. شوفي هنعملها حلو بقى. عندك فاكهه؟ عندك ايه؟ كيوي و توت وموز. ايوه. وعندنا بقى ايس كريمات زي ما احنا عايزين. وعندنا صوصات فراوله، بلوبيري، كراميل وشوكولاته. تيجي بقى نشوف مين. لا اكيد هتكسبي انت. لا 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 انا بعمل رز بس، انت هتكسبي طبعا. لا يا رضوى لا لا، انا متاكده ان انت هتعرفي تعملي. انت بتتفرجي عليها عشان تقلدي. ايوه يعني بحاول اشوف كده. مش هقول. لا هتعملي ايه؟ انا هاخد الشوكولاته والكراميل الاثنين. اه طب هتسيبي لي ايه؟ لا بس خلاص، ما الحاجات الباقيه اهي كلها. انت واحد وانا واحد. ماشي انا موافقه. لا لا يا جماعه يعني متعاونه. يلا بصي بقى نعمل ايه. هنعمل كده ننزلها بس كده. لا كده بقى علشان ايه؟ سريع سريع أهو. سريع سريع ماشي اهو. الله عليكي، لوحه فنيه لوحه فنيه. ماشي تعالي بقى نحط ايه؟ موز ولا يعني مثلا موز. يلا انت هتحطي كيوي بقى. انا هحط كيوي عشان برافو. بحب الحاجه المززه. وانا كمان جدا بحب قوي الفراوله والكيوي والحاجات المززه دي. ماشي ونروح عاملين ايه؟ نحط تاني اهو. ممكن صح نحطه في النص. ايوه صح. شاطره شاطره. لا يا طنط، النهارده الحلو والحادق عند رضوى. يا طنط ما تتعبيش نفسك، ما تقفيش في مطبخ. ماشي ما تعمليش رز يا ماما. انا مش رز. هو انت بقى اللي بتقومي بالرز في كل الاوقات يا رضوى؟ أوه. يعني النهارده يا جماعه هنعمل مثلا باميه وعليها انت عرفتي منين بقى ان احنا عندنا باميه النهارده؟ ايه ده؟ شفتي بقى؟ انا بقى يعني انا عرفت قشين. شفتي؟ مش هعرف. أيوة. مش هعرف يعني ان عندكم باميه النهارده. ايوه عندنا باميه. شوفي اهو، انا ما اعرفش انت هتعملي ايه. شفتي؟ ايه ده؟ طب ما تبيني الكيوي بقى، يعني عشان الناس اللي بتاكل تعرف ان جواها كيوي. ماشي فكرة صح؟ نحط. لا هقول لك بقى على تركية. بعد ما تنقليها، لا انا قصدي جوه، بعد ماشي. ما تنقليها تروحي مطلعهم كده من الجنب شويه. انقلها الاول. حطيها يلا في طبقك الحلو ده. وخدي كمان اهو. انت بتحبي بقى الايس كريم ولا فانيليا؟ انا بحب شوكولاته، فانا هاخد الشوكولاته وانت خدي الفانيليا. ماشي. برافو عليكي. اخد واحد تاني. عايزه ايه؟ خدي انت بقى شوكولاته المره دي. واخد انا الكرم. ماشي منشوف. هي انزل بس. يلا انا اخد بقى المره دي. يلا ان انا بقى اخد كيوي بقى. ماشي وانت خدي ايه؟ موز. لا انت خلاص تأثرتي بالهولوغريفي قوي. تأثرتي بالهولوغريفي من كتر ما انت عملت بروفات وقعدت شهور حفظتي. ممكن تدينا حته؟ لا ما هو عشان خاطر. لا حفظت الموسيقى مش الكلام. لا الكلام اكيد حفظتي، ما تقوليليش لا يا رب. مش قوي والله. طب ماشي افتكري اي حاجه. هي كان فيها كلمه كده اسمها ايه؟ سنبح. بس كده؟ هي دي اللي انا عايزه. ايه باللحن؟ لا باللحن لا، صوتي وحش والله. انت مش مصدقاني ليه؟ لا انا مصدقه ان صوتك حلو. لا والله صوتي وحش جدا. طب ادينا اي حاجه. لا طب سنبح معناها ايه؟ لا معرفش والله، انا مش عارفه اللغه. انا ما اعرفش والله. انتوا بتسالوني اسئله غريبه الله. جدا. الله عجبني قوي بجد. والله بعرف اعمله. طبعا. طيب كويس. بصي ما انا عملت هنا، وحطي بقى ايه؟ بول شوكولاته كمان. بس دي هتنقليها ازاي؟ لا ما انا هقفلها. هتقفليها؟ الله عليكي. لا بصي برضو. لا مش هنقلها كده. لا
امال ايه؟ احط شوكولاته معاها عادي؟ اتفضلي. في تكنيك وفي تخطيط ويعني مش اي حاجه يا جماعه. اهو بتاخدي قرنت قايمه تطبخي ولا انا قايمه اعمل رز يا جماعه؟ لا على حسب المزاج. لا لا مش حسب المزاج، لا على حسب اليوم يعني هيحصل فيه ايه. لكن عادي ما يجي دماغك مش عارفه اقول لك ايه، بيجي دماغك تعملي رز لا يعني هقول لك على حاجه، ماما تعمل الاكله الاساسيه وانا اعمل لها الرز. خلاص انتوا ده النظام. احنا عايزه حد برضو معايا. انا هساعدها، انا بساعدها في كده حبيبتي. هيوريني بقى رضوى هتشيله ازاي، يعني احنا هنعتبره ان هو ايه. طب انا عندي فكره. بص اعملي كده ماشي بس ايه. ايوه ما انا شوفي انا كنت عماله اسال ده ليه. بس هو كبير شويه. ممكن يا سعيد خله ممكن كده، ممكن نعمله بالخله فيتفتح بقى ونرشرش عليه. بصي بقى نحطها كده، نقفله بالخله وبعدين نحطه كده في النص بالظبط. تشوفوا طبقها هيطلع ايه. بس انا ساعدتك على فكره. لا مش قوي. هاتي يا سعيد. شكرا 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 ميرسي. اهي هتعمليها انت ولا اعملها؟ لا اعمليها اعمليها ماشي. اهي تخيلي بقى دي لما تتفتح. حلوه الفكره دي. اهو يلا بقى حطي عليها ايه بقى. حطينا جوه شوكولاته. يلا بقى عندك اهو صوصات مختلفه وعندك التوتات المختلفه اهي. ونعمل هنا كمان نحط بقى ايه شريحة موز حلوة كده تبنينا يعني ان احنا حاطين موز. ماشي. ونعمل ايه بقى. انت بقى قدمتيه جوه انا هقدمه بره. شايفة خلاص اهي. حطيت لك كمان هنا ايه. ايوه ايوه نزلي كده وحطي. هايل 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 يا طن. دكتور أسامة رضوى اتعلمت حاجة تانية غير الرز الحمد لله. هتنفذيه في البيت؟ هروح اعمله على طول. كملي رنا. يلا حطي كمان. ايوه ايوه كده. بتهتمي بالطبق شكله في الاخر ايه؟ ساعات. ساعات. لان طبعا الوقت بيبقى صعب جدا. الوقت ما بقاش الناس زي الاول ان احنا بنقعد في البيت. طبعا الواحد على طول شغال ومش قاعد، ف على حسب بقى الوقت. تحفه. ممكن تحط لنا بولتين ايس كريم هنا وهنا لحد ما اشوف. الله 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 والله. وطبيخك اتقدم يا حوريه. بصي بقى شكل الطاجن بقى معايا بقى. بصي الله الله الله. جميل تحفه. شايفه عامل ازاي؟ ما شاء الله جميل جدا. لا بصي بقى انا هقطع لك كمان منه وتشوفي قد ايه بيطلع الجبنه سايحه وحركات وايه. ان شاء الله بقى يعجبك. عايزه طبق سعيد بعد اذنك. طبق الرز احنا استخدمنا الاطباق كلها انا عارفه. اهو نجيب ده نحط ده هنا. ايوه اجيب لك الطبق. لا خلاص كده.